هذا العصر كيف نعمل بالأسرة؟ السؤال مهم جدا، وهو كيف نطبق التصوف في هذا العصر؟ هذا السؤال الإجابة عليه لابد أن نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى اختصر عمر الزمان كله حتى العصر الذي نحن فيه والعصر الذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الزمان كله اختصره في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ تجد أن جميع الأحداث التي حدثت والتي لم تحدث حدث مثلها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذه المدة الزمنية التي يعني تعتبر في عمر الزمان قطرة في بحر، لكنها مدة زمنية زاخرة بالأحداث. وهذه الأحداث المتنوعة والمتلاحقة كانت من أجل أن يتحقق فيها قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أردنا أن نطبق التصوف في هذا العصر سنرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها كل الظروف، مر عليها ما يتشابه مع عصرنا هذا، فننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا. مر عليها ما يتشابه مع عصور قديمة، ننظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأحداث كلها والحل كله باختصار في الرجوع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.